مين على الباب عمي؟ خوان أهلين زعيم. أهلين، فيك تندهي لي الأنفار يا عيس؟ خير شوفي؟ معلش اندهي لي أنتي. ستي أرسلان بده إياكي. خير يا زعيم؟ وين بنتك نوارة؟ شو هالسؤال يا زعيم؟ عم بسألك وين نوارة؟ بتجاوبيني دغري. ما بعرف وينها. بعدين ليش عم تسأل عنها؟ اسماعيل فات على الحارة وقتل درغام. ايه سمعت هيك شي. ايه ونوارة وينها؟ ما بعرف. ونوارة ما هربت مع اسماعيل وانت بتعرف هذا الشي، وما هربت من أصله من بيتك. أيوة، شو قصدك؟ قصدي إنك أنت بتعرف وين راحت. أنا شو بعرفني وين راحت بنتي؟ أيوة أنا كمان ما بعرف. بعدين لك يا زعيم، لو كانت بنتي هربت مع إسماعيل كانت بعتت لي خبر على القليلة، وكنت عرفت وين ساكنة وشفتها، مو ضليتني عايشة هون كل هالسنين بالحارة وشفتوني كلياتكم. أم فارس، بنتك زلتني. زلتني؟ لا يا زعيم، بنتي ما زلت حدا. انت، انت اللي زليتها، زليتنا وزليت حالك كمان. تربي ستنا يرد. رسلان شاكك انه نوارة عايشة. انا هاد اللي بدي اياه. لك شبك.